اهلا بيكم، انا ابراهيم صلاح. والفيديو ده هيكون عباره عن محاضره لشرح النيورو امبريولوجي. النيورو امبريولوجي من المواضيع المهمه للغايه، لان عليه تطبيقات كونجينيتال انوماليز بنشوفها كتير في الحاله العمليه، زي مثلا سباينا بيفيدا والانكيفالي، ويعني مجموعه كده كبيره من الكونجينيتال انوماليز. وبرضو يعني الطلبه يعني بتواجه صعوبه شويه في فهم جزء الامبريولوجي ده. ان شاء الله بعد الفيديو ده الامور تبقى ابسط واوضح كتير. طيب بدايه كده، عندي بعد الفيرتلايزيشن في مرحله اسمها البلاستولا، ودي المرحله اللي عندها الامبريو يبدا يحصل له امبلانتيشن في اليوترس. بعد كده هتبدا عمليه الجاستريوليشن. عندي امبريو عباره عن تو ممبرين، ايبي بلاست وهايبو بلاست، بتحول لي تراي لامينار ممبرين. طبعا التراي لامينر لاير دول احنا محتاجين نفهمهم كويس جدا ونحفظهم كويس جدا، لان هم دول اللي هيدوا كل الاستراكشر بتاع الجسم. طيب التراي لامينر ممبرين ده دكاتره عباره عن اكتوديرم وميزوديرم واندوديرم. اكتوديرم وميزوديرم واندوديرم. طيب الاول كده انا محتاج افهم السكشن بالظبط، لان يعني اكتر مشكله بتواجه الطلبه ان انا يعني افهم الرسمه دي متاخده ازاي بالظبط. طيب انا عندي الشكل ده كده، الشكل ده عباره عن ترانزفيرس سيكشن. يعني تخيل كده ان انا الامبريو ده انا خدت فيه سيكشن ترانزفيرس كده، وببص على السيكشن ده، خدت سيكشن ترانزفيرس وببص على السيكشن ده. طيب السيكشن ده اهو، ده لونجيتيودينال سيكشن. يعني تخيل كده انا ببص على الامبريو من الباك بتاعته، تمام، فبلاقي السيكشن ده. السيكشن ده اللي هو انا لو خدت فيه الترانزفيرس سيكشن هيديني السيكشن بالشكل ده. يبقى اذا ده ترانزفيرس سيكشن وده لونجيتودنال سيكشن. طبعا ده دي مراحل الديفرنشيشن بتاعته. السيكشن ده عباره عن لاترال سيكشن. تخيل كده ان انا الامبريو وبالشكل ده كده انا ببص على الامبريو لاترالي. فاذا دول كلهم يعني اشكال لنفس الامبريو بس من فيوهات مختلفه. فانا عندي بدايه النيورو امبريولوجي بتبدا من عند حاجه اسمها النوتوكورد، بتبدا تنديوس او تعمل ستيموليشن للاوفرلاينج اكتوديرم ان هو يعمل فولدنج. الفولدنج ده وظيفته ان هو هينتج لي في النهايه النيورال تيوب والنيورال كريست. تعالوا نفهم كده مع بعض. فانا اول حاجه هيعمل لها يعني اول حاجه هيعملها النوتوكورد ان هو هينديوس نيورال جروف فورميشن، يعني جاست كده ايه انخفاض بسيط او جروف بسيط في الاوفرلاينج اكتوديرم. طيب من اول كده ما هو بدا اصلا يعمل اندكشن للاوفرلاينج اكتوديرم ان هو يعمل فولدنج، الجزء ده من اول اللاترال ايدجز دي بقى اسمه النيورال بليت. طيب كمان شويه الامر هيتطور شويه، فالجروف ده هيتعمق، هينزل تحت شويه ويبدا يبقى عندي نيورال فولدز. يبقى كان في البدايه خالص هو نيورال تيوب، بعد كده بدا يحصل عندي نيورال فولدز. طيب كمان شويه اللاترال ايدجز ديت يعني هتعمل انحناء اكتر، وبعد كده تبدا تتصل مع بعضها، تلتحم كده وتنفصل عن الاوفرلاينج اكتوديرم. خلاص بقت تيوب منفصله لوحدها اهيت، فهتعمل لي النيورال تيوب، وفي شويه خلايا هينفصلوا عن اللاترال ايدجز ديت ويعملوا لي النيورال كريست. يبقى سريع تاني كده، عملت نيورال جروف، نيورال فولدنج، ده كله على بعضه اسمه نيورال بليت، انفصل تماما وعمل لي نيورال تيوب. طيب وفي كمان عندي النيورال كريست سيل انفصلت عندي من اللاترال ايدجز بتاعت النيورال تيوب. طيب الرسمه دي كده او الشكل ده هو اللي هيديني اصلا النيرفوس سيستم. يعني عندي النيورال تيوب هي اللي هتدي السنترال نيرفوس سيستم، والنيورال كريست يعني المين ستراكشر اللي هيطلعه البريفرال نيرفوس سيستم. ولكن يعني احنا عارفين ان خلايا النيورال كريست عندها القدره ان هي تدفرنشيت تو ديفرنت تايب اوف سيل. يعني هنلاقي النيورال كريست بيطلع خلايا ملهاش علاقه ببعضها، يعني طلع خلايا بريفرال نيرفوس سيستم وطلع ميلانوسايتس، يعني طلع خلايا كتير ملهاش علاقه ببعضها. فطبعا الاستراكشر الامبريولوجيكال اوريجن بتاعها النيورال كريست مهم ان احنا نعرفه، يعني على مستوى ميديكال سكول وعلى مستوى طبعا امتحان يو اس ام ال اي، دي حاجه مهمه. وانا طبعا ذكرت قبل كده في محاضرات ان الاستراكشر دي بيجمعها الاس 100 بروتين، ده ماركر. يعني مثلا الميلانوسايتس اللي بتطلع ميلانوما من الاسئله المتكرره عليها جدا في امتحان يو اس ام ال ستيب 1، يعني التيومر ماركر ده الاس 100. الاس 100 ده برضو بستخدمه ان انا افرق ما بين الميلانوما والاذر كانسر، يعني لو في كانسر بيحصل في نفس المكان زي مثلا الفولفولار كارسينوما، الميلانوما برضو ممكن تحصل في الفولفا، فانا بستخدم الاس 100 بروتين عشان يعني اميز او افرق ما بين
التو تايب اوف تيومر يعني، وفي نفس الوقت ده ماركر للحاجات اللي طالعه من نيورال كريست. طيب ده مش موضوعنا. فاذا انا دلوقتي كده عندي نيورال تيوب ونيورال كريست، نفس العمليه دي تعالوا نبص عليها من فيو تاني. هو ده كده شكل الامبريو، انا ببص عليه بوستير فيو من ورا، والامبريو دوت هيبدا يعمل ايه؟ فولدنج. ركزوا معايا كده. تخيلوا كده ده الامبريو اهو، ده التراي لامينور ممبرين يعني الثلاث طبقات. الامبريو هيبدا يعمل ايه؟ فولدنج اهو. بس في معلومه مهمه، الفولدنج دوت بيبدا عند السيرفايكال اريا، والسيرفايكال اريا ديت بالنسبه للامبريو تعتبر سنترال. فاذا هبدا اعمل فولدنج عند السيرفايكال اريا، وبعد كده انزل لتحت واطلع لفوق، هقفل بقى التيوب من فوق وتحت. تمام، يبقى اذا الكلوجر بتاع التيوب بدا ايه؟ يعتبر بالنسبه لي السنترال، وبعد كده بدا يمتد لفوق وتحت. طيب جميل جدا. عندي بقى ده كده شكل التيوب اهوت، بدات تعمل فولدنج. طبعا في الوقت اللي هو التيوب دي بتعمل فيه فولدنج، في حاجات تانية بتتكون بس هي ملهاش علاقه بالسي ان اس، ان شاء الله نذكرها في شباتر اخرى يعني. بدات تعمل فولدنج، بس انا لحد الان لسه عندي الكرينيال اند والكودال اند لسه ما حصلهمش كلوجر. طبعا ده عمليه انقسام متكرره جدا للخلايا، فبالتالي محتاجه كميات كبيره جدا من الدي ان ايه. وزي ما ذكرنا كده ان الدي ان ايه محتاج فوليك اسيد، محتاج بيزس، فاهميني؟ فعشان كده من الحاجات المهمه جدا في الروشته بتاعت اي واحده بريجننت الفوليك اسيد. الفوليك اسيد مهم عشان اكون الدي ان ايه، عشان يحصل انقسام متكرر للخلايا. عشان كده لو الفيميل دي ما خدتش يعني الادكوت اماونت من الفوليك اسيد، الانقسام بتاع الخلايا يبقى قليل، فيبدا يحصل عندي النيورال تيوب ديفكت زي السباينا بيفيدا والانكيفالي. يعني مثلا الانتير نيورو بورس ديت لو ما حصلهاش كلوجر نتيجه نقص الدي ان ايه ونقص الخلايا ممكن تعمل انكيفالي، وطبعا البوستير نيورو بورس ديت ممكن تعمل سباينا بيفيدا. دي طبعا من التطبيقات المهمه في الكونجينيتال انوماليز بتاع الشابتر ده. طيب بعد كده هيبدا يحصل مور ديفرنشيشن، ده برضو شكل التيوب اهو وحواليها النيورال كريست سيل. هيبدا يحصل مور ديفرنشيشن، يعني هيبدا يظهر عندي بقى ايه؟ استراكشر كده اشبه ما يكون بتفاصيل البرين يعني. بدا يظهر عندي بروزين كيفالون، ميزين كيفالون، وبرومايلين كيفالون. فور برين، ميد برين، هايند برين. برضه هيبدا يحصل مور ديفرنشيشن عشان يعني يبدا يظهر معالم اوضح للبرين، فيبدا يظهر عندي حاجه اسمها التيلين كيفالون، الداين كيفالون، الميزين كيفالون يفضل زي ما هو، الميتين كيفالون والمايلين كيفالون. كل واحد من الاستراكشر دي دكاتره هيبدا يدي جزء من اجزاء البرين بالترتيب كده. يعني مثلا عندي التيلين كيفالون هيديني السيربرال كورتكس، انزل للداين كيفالون يديني بقى الصلامس، الهايبو صلامس والايبو صلامس، الاستراكشر اللي في المكان ده. الميزين كيفالون زي ما هو هيدي الميد برين، والميتين كيفالون يدي البونز والسيربيلوم، وبعد كده عندي المايلين كيفالون هيبدا يدي المظله اوبلونجاتا، وبقيه الاستراكشر يبدا يدي السباينال كورد. يبقى انا كده كونت الاستراكشر بتاعه البرين تماما، يعني سيريبرال كورتكس، صلامس، ايبوثالامس، وهايبوثالامس، وميد برين، وبونز، وسيريبيلوم، ومظله اوبلونجاتا، وسباينال كورد. وجب التنويه ان ستيل انا لسه عندي كافيتي، فراغ جوه اللي هو النيورال تيوب دي، يعني هي دي اصلا نيورال تيوب في جواها فراغ، هي في جواها كنال. فالكنال ديت هتديفرنشيت اكوردنج تو ذا سايت، هيبدا شكلها يختلف على حسب السايت. يعني مثلا الكنال اللي موجوده في التيلين كيفالون اللي هي اللاترال فينتريكل، بعد كده عن طريق الانتر فينتريكولار فورامن اوف مونرو هتتصل بالثيرد فينتريكل اللي موجود عندي في الداين كيفالون، وبعد كده هنزل للفورس فينتريكل الاكودكت اوف سيلفياس، وبعد كده هنزل للسباينال كانال. تمام، طبعا يعني برضو وجب التنويه ان النيورال تيوب من جوه كفرد باي اللي من دايمال سيل، اللي من دايمال سيل ديت بتفرز سي اس اف، عشان كده في الممر ده كله انا موجود عندي سي اس اف، واي اوبستراكشن في الممر دوت ممكن يؤدي لي زياده في السي اس اف، زياده في حجم البرين، يعمل لي هيدروكيفلس. طيب ده كده بالنسبه لعمليه تكوين السنترال نيرف سيستم. لو جينا نبص برضو على اللاترال فيو اهو، ده لاترال فيو برضو، دي الاريا زي عندي تيلينكيفالون، داينكيفالون، ميزينكيفالون، ميتينكيفالون، مايلينكيفالون، ف وبرضو يبدا يحصل لهم ديفرنشيشن عشان يدوا السنترال نيرف سيستم. طيب عايزين نعمل كومنت بسيط بس كده على السباينال كورد. انا لو خدت سيكشن
لو خدت سيكشن عندي في النيورال تيوب، هي مش لير واحده، هي اكتر من طبقه فوق بعضها. لو انا بتكلم من جوه لبره، عندي المارجنال زون، وفي النص عندي مينتال زون، وبعد كده عندي النيورو ابيثيليال. كل واحده من دول طبعا بتدي يعني مجموعه كده من الاستراكشر يعني. طيب تكوين بقى السباينال كورد ذات نفسه، النيورال تيوب اهي، يعني دي كده النيورال تيوب عندي، هيبدا يحصل لها او يطلع منها يعني تو بروتروجن كده لايك باني ايرز، يعني كده ودان الارنب كده. فهيبدا عند طبعا ده الاتجاه، الناحيه دي هي الدورزل ودي الفنترال انتيرو بوستيرور، فبدا يطلع عندي تو بروتروجن هيد تو بروتروجن هيد، بدا يحصل لهم ديفرنشيشن، فادوني الر بليت هنا وبيزل بليت. تمام، طبعا زي ما احنا عارفين الر بليت هو السنسوري الجري مطر، والبيزل بليت بالنسبه لي هو المطري. يبقى انا كده كونت برضو ايه السباينال كورد. برضو في عندي فراغ في النص كده، عندي كافيتي في النص اللي هو السباينال كانال برضو اللي ماشي فيها السي اس اف. طيب ده كده كانت محاضره توضيحيه للنيورو امبريولوجي. يعني فور مور فيديوز اند فور كومبرهنسيف كورس كونتاكت اس، وانتظرونا ان شاء الله في الفيديوهات الجايه.